شاهدينا الكرام مستمعينا على فاضل نتواصل معكم، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة وانطلاقة هنا شوطنا. إذن المنطلق هو الشوط الثامن في مجموعة السابع عفوا في مجموعة الأشواط، والشوط السابع الخاص هنا أيضا بالبكار هنا والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع هذا الأداء، نتابع التحدي، نتابع الإثارة هنا للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام الصدارة والمركز الأول تأتي هنا لمارلم أحمد بن سعيد بن منانة، من انطلقت هنا بالتحديات وبالإثارة الجميلة. هناك أيضا الوصول بهذه الانطلاقات من قبل جبارة عتيق بن مطر القبيسي، وهنا أيضا انذار لمبارك بن محمد بن العصري الخيلي من تنطلق بالانطلاقات المتميزة، وصول من قبل جواهر سيب بن محسن بن حفيظ المزروعي، وتأتي الماهر لسعد بن طالب بن محمد بن شريم المري على المركز الخامس، وفي المركز السادس تنطلق هناك الشرقية جابر بن عوض بن مهدي بن هادي الحبابي، ووصل التكريم حمد بن سعيد بن علي المزروعي المنطلقة بالإثارة، وشعار بن نصرة يأتينا من الجانب الآخر هناك في هذه التحديات الجميلة والإثارة. هنا القدوم أيضا من منصور في هذا الأداء الجميل والتحدي هناك من قبل وضحى محمد بن صالح بن نصرة العامري، وهنا هنا 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 مياس لسالم بن هويد بن ذيبان لقتبي، والقدوم من قبلي هنا ديرة لسيد محمد بن السيل بن ذويب العامري، وعاشر مراكزنا هناك الانتقال من هنا ضبا لسالم بن سلطان بن سالم الزرعي، وبعود الى الصدارة، بعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. انذار مبارك بن محمد بن العصري خيالي من انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتي جبارة عتيق بن مطر القبيسي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث وضحى محمد بن صالح بن نصرة العامري، والوصول هنا أيضا والانطلاقة من قبل ضبا لسالم بن سلطان بن سالم الزرعي، والمركز الخامس. هناك تحديات وإثارة جميلة أيضا وشعار مميز يصل في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى أنذار لمبارك بن محمد بن عصري بن سرود الخيلي المنطلقة على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على المقدمة. المركز الثاني، والمركز الثاني وضحى محمد بن صالح بن نصر العامري، وهنا جبار عتيق بن مطر القبيسي، والقدوم من قبل السالمية لسالم بن هدوب بن سعيد العمري، ولكن هنا هنا أنذار انذار انذار وش سوت بالبكار، هنا انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة، اشهد انها سوت اليور ما شاء الله. ها هي انذار مبارك بن محمد بن عصري بن سرود الخيلي من انطلقت على الصدارة، على المقدمة. سلوم رباح سلام، اسعدتم صباحا على هذا الاداء المميز الجميل في هذه الانطلاقات المتميزة. تهانينا تهانينا، والناموس على فوز انذار مبارك بن محمد بن عصري بن صرود الخيلي على هذا الفوز المميز الجميل، ولحظة هنا ايضا اقترابها من خط النهاية بدون اي منافس ما شاء الله على الاطلاق. التهانينا والناموس، وها هي لحظة الوصول. اما المركز الثاني وضحى لسيد محمد بن صالح بن نصرة العامري، واتتنا السالمية لسالم بن هدوب بن سعيد العامري، والمركز الخامس كان هنا، او المركز الرابع
هناك ديرة لسيد محمد بن سيد الذويب العامري وفي المركز الخامس هناك إشعار من عويضان من أتانا لمحمد بن سيد بن عويضان العامري مع الحذرة على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. دعناها على حضراتكم نعود مع انذار ما شاء الله وانطلاقتها بالتحدي انطلاقتها بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تهانينا لمبارك بن محمد بن عصري بن سرود الخيلي على هذا الهوز المميز الجميل. تهانينا والناموس. وأربع دقائق 35 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا على هذا الفوز المميز الجميل والسلام لأهالي رماح على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب وضحى بأربع دقائق 39 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن صالح بن نصرة العامري. وأتتنا هناك السالمية للسالم بن هدوب بن سعيد العمري بأربع دقائق 40 ثانية جزء واحد من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس. تهانينا لجميع الفائزين.